السلام عليكم، معكم فيديو جديد. اليوم غادي ندير واحد الكيكه مسكوته، نقولوا اللي بغيتي ديروها تا تورطة، لان تتكون فيها شويه ديال الفراغوله، فيها مقادير زوينين، فيها كاس الحليب، فيها كاس الحليب، فيها الزيت ما يكونش الكاس عامل، وكاس ديال السكر والدقيق والبيض. انا غادي نوريكم باش تفهموا مزيان. معكم هنا غنديروا البيضه الاولى. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اربعة ديال البيضات، وكاس ديال السكر سنيده. غادي نحركوا هذا بجوج، هذه الخليطه تجي بنينه بزاف، سهلة، طريقة سهلة، والوليدات يعجبهم الفريز لأن البسكوتة كتجي بالفريز. دابا غندير الكاس ديال الحليب، غندير الزيت، هانتوما أربعة ديال البيضات، كاس الزيت، كاس الحليب، والدقيق على حساب هذا اللي غادي نديرو. وغادي ندير دابا حتى الفريز. الفريز دابا الحمد لله راه كاين، ماشي موجود الفريز، غنقطعو حتايا طريفات صغار صغار، كيحماق على وليداتي وصيحتي، ومفيها زعما شي ماشي عدد كبير، ما فيها طريقة سهلة خصوصا الوليدات والخوان الزباكين. كنحاول نعطيكم وصفات ديال الطياب ديال ايطاليا، الطياب الايطالي، نعطيكم زعما وصفات ساهلين باش اي وحده تقدر ديرهم. دابا الحمد لله كلشي خدام، كلشي كيبغيو وصفات الحمد لله تيكونوا شويه ساهلين اللي يقدروا زعما يديرهم حتى الوليدات. فراغولة الفريز اللي بغى يدير داكشي اللي يعجبو، وما عنديش بزاف ديال الفريز، غندير داكشي على حساب القدر. كيفكو يا طريفات. دابا انا غادي نديرهم هنايا، درت اربعه ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، والفريز. بغيتو نتوما تزيدو كثر، كل واحد واش اللي غادي يدير على حساب هذا. دابا اللي بقى لينا حبابي هي نديرو الدقيق. الدقيق تيبقى على حساب العجينه واش خاص ولا لا، غادي تشوفوا دابا. انا كندير بعض الكيسان، واني بعض المرات كتدير انت غتشوفي دابا غيخصني شويه، مازال غيخصني الدقيق. شي رايا نقول لهم شحال تعجبك هادي، نزيد شويه شويه
هذا ريان ولدي من عندي ريان، هذا ريان ولدي كتعجبو هذه بالفريز حتى نانسي كتعجبو بزاف. اصلا هما كيديروا الروسهم، انا كنحط لهم المقادير وهذه الخماره ديال هنايا كندير وحده لان هنايا مجهدين في المغرب. شوف اش لي كيفاش الخمار ديال تما تيديروا جوجات، هنا غير وحده جات كفي، الا درتي جوجات كتفيض. انا الفرن كنبغي تفايا هذا راه دجا صايبته، دجا دهنته بالزبده. وبغيتو ديرو حتى في ديال الطورطه ديرو، تجيكم بحال الطورطه ديروها تعمروها ولا هي اصلا كتجي فاش كتنقطعها ملي طيب كتجي شنو نقول لكم واعره وساهله زوينه للوليدات اللي كيبغيو الفريز وهذا. وسبحان الله الحمد لله كلهم الولاد كيبغيو الفريز ما عرفتش علاش. بعدا هي ولي هكايا، هي دابا موجوده عندنا. نتمنى من الله تعجبكم ولا لقيتكم كتشجعوني ان شاء الله. راه نزيدو مازال شحال من حاجه تعلمت ليها هنايا في ايطاليا. انا اصلا كيعجبني نطيب، ملي كنت في المغرب ما عرفت ما كانش عندي بزاف زعما هاد الرغبه هذه. وملي دابا هنايا ملي تزوج ولا ما عرفت ملي تزوجت ولا عندي سبحان الله هذا ماما شكرا لك ماما فرحة قولها بتعوضي هك ست دير فوق عاوني يا ريان دوبي دير هنا يا دير هنا هنا اوكي ماشي جد لهم كيفاش نقطع خاصك تقطعي رقيقه خاصها ريان خاصها تجي عامره كيما كنديروا يا ماما بس الروطه معليش 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 نديوها ماما واخا تكون مقطعه خايبه معليش صايبها مزيانه ريان كيما كنا تنديروا. ما تبعديهمش ولدي ما تبعديهمش بلاتي ندير هادي هنا جي كيما تجينا عادي تجي رطبه رطبه ما سبحانك واحد لوحده كتجي رطبه زوينه بنينه لذيذه للوليدات. انا كنحاول نحاول نحاول نعطيكم وصفات يكونوا بنان بنان لوليدات وليدات بلادي كان نسي احنا نحماقوا على المغرب نحماقوا على المغرب بزاف. هكا يا ريان هذه شويه ما عجبتنيش هكا هذه ولدي هيا برجع تجربتي ساليت هادي دومي دوستا ديرها تمايا اها صدقني صدقوني كتجي بنينه الوليدات صدقوني كتجي زوينه يمكن لا بركه ريان ياك عباله كوستا دوستا زوينه بزاف. ماما تشاركوها مع حبابنا ولاد المغرب بنات المغرب. هذا هو النهائي ديالها ولينا انا دابا غنديرها في الفران غنشعل الفران غنشعل الفران لهنا الماسي وغنديرو على انا غنديرو على 100 الاحسن 100 وشي حاجه. واخا حبايبي غادي نديرها دابا في الفران وغادي نتشوفوا ان شاء الله من هنا 40 دقيقه ولا 35 دقيقه كل شيء تيكون الموس شويه مسخ بهذا. نهز هذه لان كاع يديا شاوياهم بالفران غندير نهزها كتهرب ليا خشيت في اصبعينا سد معاك انا نسي الفران. دابا غنشوفها نشوفها كما
لاصقه لينا. شده بنتي كوش ليا شوفوا كما لاصقه. الفريز سبحان الله نشوفو واش كنطلبو منها متكونش لاصقة. حبابي تجي زوينة وليداتي مساكن كيموتو عليها. تشويت خاصني نحيد هادي باش نهز. دابا طاف الطيوبه 35 دقيقه طاف الطيوبه كتجي تجي مزيان. خاصك شويه هنايا في القنيطه يعني ماشي مشكل. شتي كون انسي بنتي انتوما حبايبي كيجي هذا الكيك زعما كيجي واعر 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 بزاف كلو المسمى كيجي واعر ومن الداخل كيجيو شتيو من هنايا كيجيو في الجنيبات الفريز كيجي. الا بغيت ديروها طاطورطه الا كان شي حد معروض عندكم ولا وليدات الصغار الكبار الناس اللي كتقرا الناس بحال الويكاند الواحد والسبت الواحد يكون مع ولادو. دابا باقا سخونه ما عرفتش كي غنقطعها بغيت غنقطعها لكم من الداخل باش تشوفوا زعما الشكل النهائي واخا سخونه سخونه سخونه. سخونه سخونه بزاف باش غادي سخونه وكتكون طبار طبع شيشه بزاف. انا بغيت نقدم لكم هذا كي تجي انتم احبابي الشي كي تجي من الداخل في هذوك الفريز من الداخل طريفات وكتجي شيشه بنينه بنينه. الشي كي تجي من الداخل كتجي بنينه طبعا كما شفتوا انتي الوليدات تاكلها بالعشقه قلتي كما تجي كما بغيتي.